السلام عليكم أحبائي، اليوم راح نتكلم عن طريقة خاصة وبسيطة في إنتاج أفراخ مفتل ضخمة وخشنة وبحجم أكبر من الأبوين، يعني إنتاج أفراخ بحجم وضخامة أكبر من ذكر وأنثى الوالدين لفرخ المفتل. هي طريقة خاصة وبسيطة استعملوا بعض المربين الحرفيين ولكن يخفوا عن باقي المربين والمبتدئين. احنا كما قلنا في فيديوهات سابقة ان الكناري المفتل بنسبة محدودة يستطيع ان يحضن البيض والافراخ، ولكن من الافضل لاجل حضن البيض وافراخ الكناري المفتل هو الاستفادة من الكناري العادي او الشيرازي او بعض الدول يسموه البلدي، لان الكناري العادي اولا شغال ازيد، يعني يقدر يحضن البيض والافراخ بصورة اسهل وما يتعب، وكذلك يكون العادي ازيد حنون على البيض والافراخ من الكناري المفتل او السوبر. اما الطريقة الخاصة لاجل ان تكون الافراخ ضخمة وحجم اكبر هو وضع فرخ مفتل واحد مع فرخ عادي جوا أنثى عادية، وطبق غريزة الكناري العادي راح الكناري العادي يزرق الفرخ ذات ضخامة وحجم أكبر، وبهذه الحالة راح الفرخ المفتل يحصل على غذاء أكثر ويأكل أكثر لأنه حجمه أكبر، وبالنتيجة راح ينمو أسرع ويكون حجمه وضخامته أكثر من أبويه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم، أسرار تربية الطيور.